أطلت نجمة ستار أكاديمي بموسمه الأول المغربية صوفيا المريخ، وغنت باللهجة المغربية وبصوتها الدافئ الذي أحبه الجمهور خلال مشاركتها ببرنامج الهواة الشهير والذي يمر على عرضه 20 عاماً. تخيلوا كل هذا الوقت قد مضى وصوفيا لا تزال تحتفظ بملامحها الطبيعية، والآن أصبحت تبلغ سن 42 عاماً، وهكذا يبقى الوجه شاباً كلما أبعدتموه عن جراحات التجميل المبالغ بها. صوفيا تزوجت وأنجبت وابتعدت عن الساحة الفنية تماماً رغم إصدارها أكثر من أغنية ناجحة بعد تخرجها من برنامج ستار أكاديمي، لكن هذا كان قرارها. هاني واقفة وسط البحر، سفينة غدا وما كان هدار، بيناتنا الموج، حنا فيتي واش غادي نرتاح، بيها بغيت نداوي الجراح، واش الوقت غيدوز واخا خاصني نمشي، نولي شنو انا بغيت، خليني نهديك شوية مني. شجر الزيتون لعبو جنب الواد ونطيحو في كازا، في اي مكان وفي اي زمان تبقى ديما معانا ريحة البلاد، اجي ننسى ونطلعو الجبال ونعيشو في القصبة، كنا عنا حكاية اللي عندها نهاية. كل عنا حكاية اللي عندها بداية، ما عادوش بداية ولا نهاية. كوليس ما بعد المشهد.